بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي، نستكمل مع الصفحة رقم 83. إذن كما نرى عندنا في أول الصفحة au début de la page on a lire et s'exercer، عندنا قراءة وتمرن. إذن في هذه الفقرة سنرى هاد الحرفين او ان ثم الحرفين او ام. إذن سنرى او ان ثم او ام تماما كما في كلمة بونبون. إذن بونبون المقصود بها حلوى. إذن بونبون تعني حلوى من السكر. نو كومونسون باغ لو بروميي باراغراف، نبدأ بالفقرة الأولى. جولي لي سيلاب، جولي لي سيلاب، أنا أقرأ المقاطع اللفظية. طبعا ذكرنا فيما سبق بأن كلمة سيلاب، نقول لا سيلاب كلمة مؤنثة، المقصود بها مجموعة حروف تنطق دفعة واحدة. المقصود بها مجموعة حروف تنطق دفعة واحدة. إذن كما في الأمثلة التالية. طبعا حتى تكون المقارنة بشكل أحسن سنقرأ هذه المقاطع اللفظية بشكل عمودي. إذن نكومونسون بار لا غوش، نبدأ باليسار. اون بي ا كي سو برونونس با. إذن بي ا تنطق با، تنطق دفعة واحدة، نقول با. إذن هذه المجموعة الحرفية تسمى سيلاب. إذن عندنا ب تنطق با، ثم ط او تنطق طو، ثم ط او تنطق طو، ثم ان اي تنطق ني، ثم ب او ان تنطق بون. إذن كما نرى بأن هذه المجموعة الحرفية تنطق دفعة واحدة وتعطي هذا الصوت بون. إذن فهذه المجموعة الحرفية تسمى سيلاب. نفس الشيء مع ط او ام، نفس الشيء مع ط او ام، نفس الشيء مع ط او ام. ط او ام ممكن ان تنطق طوم مثلا اوتوموبيل، اوتوموبيل، وممكن ان تنطق طون، يعني مكان ام في القراءه نضع مكانها ان، كما لو نضع مكان الميم نضع حرف النون، كما لو نضع مكان حرف الميم نضع حرف النون. إذن نقول مثلا لا طومبولا، نقول مثلا لا طومبولا. إذن هذا النوع من القمار يلعب تماما كما هو حال توتوفوت مثلا. إذن تسمى طومبولا. أم هنا تنطق كما لو عندنا أن، ففي مكان حرف الميم نقرأ حرف النون. إذن نقول مثلا لو طومبو، لو طومبو يعني القبر. إذن مكان حرف الميم نقرأ حرف النون. وأيضا كما هو حال فعل طومبي، طومبي يعني سقط. إذن مكان حرف الميم نضع حرف النون. طبعا نتكلم هنا عن أو أم عندما تكون متبوعة ببي أو بي أساسا. إذن نتكلم عن أو أم أساسا عندما تكون متبوعة ببي أو بي، مثلا كومبونسي يعني عوضة، كومبونسي، كومبونسي يعني عوضة. إذن فمكان الميم نقرأ النون. طبعا ليس فقط مع أو أم، فهناك حالات أخرى مع مثلا إي أم. إذن نقرأ مثلا كلمة تامبر، إذن نقرأ هاد إي أم، نقرأها كما لو عندنا إي أن، نقرأها كما لو ما كان هاد الميم هناك نون. إذن نقول تامبر. إذن نقرأ مكان الميم نقرأ النون. طبعا نتكلم عن أو أم التي تكون متبوعة أساسا ببي أو بي، فهذه الحالة تقرأ الميم نونا. لكن هذا لا يمنع من قراءة أو أم كما هي، لكن هذا لا يمنع من قراءة أو أم يعني كما هي، نقرأها أم، مثلا طومات، طومات يعني طماطم. إذن نقرأ الميم ميما، إذن هنا نقرأ الميم ميما، إذن نقول طومات، لا نقول طونات بل نقول طومات. إذن عندنا هنا تي أو أم ممكن أنها تقرأ طون يعني كما لو عندنا النون بعد أو، وممكن أنها تقرأ طوم ثم عندنا نون، لون نون. إذن أن أو أم ممكن أنها تنطق
نو كما في حالة لو نو يعني الاسم. إذن هاد آن ممكن أن تنطق كآن كما هو حال النون. إذن كما لو عندنا نون إذن نقول لو نو، إذن عندنا نو. وممكن أن تنطق نوم مثلا نومي نومي مثلا نومي، يعني أنك تسمي. أو نقول مثلا نومينابل نومينابل، يعني يمكن أن يعطى له اسم، يمكن أن يسمى. إذا نقول نومينابل. ثم عندنا باء تنطق با، ثم باء تنطق با، ثم ام او تنطق مو، ثم سي اش او تنطق شو، ثم بي او ان تنطق بون، ثم ام او ان تنطق مون، ثم سي اش او ان تنطق شون، ثم ار او تنطق رو، ثم ان او تنطق نو، ثم اس او تنطق سو، ثم ار او ان تنطق رون، ثم ان او ان تنطق نون، ثم اس او ان تنطق سون، ثم V A تنطق V، ثم D O تنطق دو، ثم F E تنطق F تنطق F. كما في كلمة جيراف، إذا كانت في آخر الكلمة ممكن أن تنطق F مثلا فنتر إذا جاءت في غير ذلك. ثم عندنا V O N إذا تنطق فون، ثم D O N تنطق دون، وأخيرا F O N تنطق فون. Nous passons au deuxième paragraphe. Je lis les mots classés dans le tableau. أنا أقرأ الكلمات المرتبة في الجدول. Je lis les mots. Je lis les mots classés dans le tableau. إذا عندنا في الجدول كما نرى على اليسار عندنا الكلمات B O N، وعلى اليمين عندنا الكلمات B O M. على اليسار عندنا الكلمات ب او ان، وعلى اليمين عندنا الكلمات ب او ام. اذا نبدا باليسار، عندنا اون مونتر اون مونتر اون مونتر يعني ساعه، اون مونتر يعني ساعه، ثم ان بونبون ان بونبون يعني حلوى من السكر، ثم ان بالون ان بالون يعني كره او بالون، ثم ان صالون ان صالون ان صالون يعني صالون. ثم عندنا الكلمات ب او ام كما نرى اون كونتين. اذا في هذه الكلمه ام تنطق كما لو عندنا ان. لماذا؟ لان او ام بعدها بي، لان او ام بعدها بي. اذا سنقرا هاد ام كما لو عندنا حرف النون. اذا سنقول اون كونتين اون كونتين. طبعا كونتين المقصود بها عبارات يردد الأطفال في أناشيد عند اللعب، إذن تسمى كونتين. ثم عندنا لو فيرب كونتي، ثم عندنا لو فيرب كونتي يعني عد، يعني أنك تعد وتحسب. إذن عندنا لو فيرب كونتي. إذن أم هنا تقرأ كما لو عندنا أن. ثم عندنا إن كولومب إن كولومب. إذن هاد أم هنا أيضا تقرأ كما لو عندنا أن. إذن إن كولومب. إذا نتكلم عن يمامة كما لو نقول رمز للسلام والهدوء، إذا نقول إن كولومب. إذا أم هنا أيضا تقرأ كما لو عندنا أن. ثم عندنا لو فار طومبي يعني فعل سقط، هنا أيضا أم تقرأ كما لو عندنا أن. إذا هذه الحالات التي رأينا هنا والتي تحدثنا فيها عن أو أم، إذا هاد أم يعني كما لو نقول الميم أن تنطق كما لو عندنا النون. طبعا كل كلمة التي عندنا هنا بأو أم تقرأ هاد أو أم كما لو عندنا أو أن. نقول إن كونتين، ثم كونتي، ثم إن كولومب إن كولومب، ثم طومبي ثم طومبي. إذن في خلال هاد الكلمات هاد أو أم تنطق كما لو أنها أو أن. لماذا؟ لأنها جاءت متبوعة ببي، لأنها جاءت متبوعة ببي أو ببي أو ببي. طبعا ذكرنا بعض الحالات الأخرى التي تنطق فيها أم كما لو أنها أن، التي تنطق فيها أم كما لو أنها أن. مثلا كلمة طامبور يعني طبل، أو كما رأينا كلمة تامبر، أو كما رأينا كمثال كلمة تامبر.
طبعا هنا أخذنا فقط الوجه الذي توافق فيه أو أن، الذي توافق فيه أو أن. طبعا في الحالة الأخرى أن أم تنطق كما هي. Nous passons au troisième paragraphe. نمر إلى الفقرة الثالثة. Je trouve l'étiquette qui va avec l'image. أنا أجد الملصقة أو البطاقة التي تسير مع الصورة. Je trouve l'étiquette qui va avec l'image. Si nous prenons la première image, إذا أخذنا الصورة الأولى, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un rond ou bien c'est un bon ou bien c'est un son? Est-ce que c'est un rond ou bien c'est un bon ou bien c'est un son? إذن هل هي دائرة c'est un rond c'est un bon يعني أنها قفزة هل هو c'est un son يعني هو صوت إذن bien sûr c'est un bon bien sûr c'est un bon إذن l'étiquette qui convient à cette image c'est l'étiquette B إذن البطاقة أو الملصقة التي تناسب هذه الصورة هي الملصقة B هي الملصقة B أو البطاقة B nous passons à la deuxième image Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? إذن ما هذا؟ إذن ماذا تمثل الصورة الثانية؟ Que représente la deuxième image? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est la voiture? Ou bien c'est la coiffure? Ou bien c'est la confiture? Ou bien c'est la confiture? Est-ce que c'est la voiture? Ou bien la coiffure? Ou bien la confiture? هل هي السيارة؟ هل هي حلاقة هل هي تسريحة شعر ومن كلمة الكوافير يعني الحلاق إذا نقول الكوافير إذا نتكلم عن تصفيفة الشعر أو حلاقته بطريقة معينة إذا نتكلم عن الكوافير أو بيان سي لا كونفيتور أو هل هو مربى إذا بيان سور سي لا كونفيتور إذا هو مربى تنقولوا إحنا بالدارجة تنقولوا كونفيتور إذا ليتيكيت qui va avec cette image, c'est l'étiquette C. إذن الملصقة التي تناسب هذه الصورة هي الملصقة C. Nous passons à la dernière image. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? إذن نمر إلى الصورة الأخيرة. ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est? Que représente la dernière image? ماذا تمثل الصورة الأخيرة؟ Est-ce que c'est compté? Ou bien c'est tombé? Ou bien c'est monté? هل هذه الصورة تمثل فعل؟ عدة يعني حسبة أو تمثل فعل طومبي يعني فعل سقط أو بيان كو سيت إيماج روبريزونت لو فيرب مونتي أو أن هاد الصورة تمثل فعل صعد كما رأينا فيما سبق لا تورتي مونت يعني أن السلحفاة تصعد بيان سور سي طومبي بيان سور سي طومبي هو فعل سقط إذن ليتيكيت كي كونفيان أ سيت إيماج C'est l'étiquette B. إذن البطاقة التي تتناسب مع الصورة هي البطاقة B. Nous passons au dernier paragraphe. نمر إلى الفقرة الأخيرة. Je lis les phrases suivantes, puis j'en construis d'autres sur le même modèle. أنا أقرأ الجمل التالية. Je lis les phrases suivantes. أنا أقرأ الجمل التالية. Puis, ثم. J'en construis. ثم أبني منها. المقصود أبني على شاكلتها على منوالها. Puis j'en construis d'autres. ثم أبني منها أخرى. Sur le même modèle. على نفس الطريقة. على نفس الشكل. إذن عندنا الجملة الأولى. C'est trop tard pour le lapin. C'est trop tard pour le lapin. إنه جد متأخر بالنسبة للأرنب. إذن نقول إذا أردنا ألا نذكر الأرنب. سنقول c'est trop tard pour lui إنه جد متأخر بالنسبة له إذا في هذه الحالة ممكن أننا نقول c'est trop tard pour l'élève إنه جد متأخر بالنسبة للتلميذ ثم نقول c'est trop tard pour lui إنه جد متأخر بالنسبة له المقصود أن الوقت قد فات c'est trop tard pour lui إنه جد متأخر بالنسبة له أو نقول مثلا c'est trop tard pour l'ouvrier إنه جد متأخر بالنسبة للعامل ثم نقول c'est trop tard pour lui إذا أردنا ألا نذكر العامل نقول c'est trop tard pour lui إنه جد متأخر بالنسبة له أو نقول مثلا c'est trop tard
pour cet homme. إنه جد متأخر بالنسبة لهذا الرجل. أو نقول c'est trop tard pour lui. إنه جد متأخر بالنسبة له. إلى آخره. إذا ممكن أننا نذكر ما شئنا من الأسماء ثم نعوض بهد لوي، ولكن في حالة المذكر. في حالة المؤنث نقول c'est trop tard pour la chatte. إنه جد متأخر بالنسبة للقطة. إذا أردنا ألا نذكر القطة نقول إذا أردنا ألا نذكر القطة سنقول c'est trop tard pour elle. C'est trop tard pour elle. إنه جد متأخر بالنسبة لها. C'est trop tard pour elle. C'est trop tard pour la chatte. Ou bien c'est trop tard pour elle. إذا ممكن أننا نقول مثلا c'est trop tard pour l'élève. طبعا l'élève الأولى ذكرنا تلميذ، ممكن أننا نذكره في حالة تلميذة. إذا نقول c'est trop tard pour l'élève. إنه جد متأخر بالنسبة للتلميذة. إذا أردنا ألا نذكر التلميذة سنقول c'est trop tard pour elle. إنه جد متأخر بالنسبة لها. ثم نقول مثلا c'est trop tard pour حليمة. إنه جد متأخر بالنسبة لحليمة. المقصود أن حليمة متأخرة. إذا أردنا ألا نذكر حليمة سنقول c'est trop tard pour elle. C'est trop tard pour elle. نقول مثلا c'est trop tard pour l'ouvrière. C'est trop tard pour l'ouvrière. إنه جد متأخر للعاملة. إذا أردنا ألا نذكر العاملة سنقول c'est trop tard pour elle. إنه جد متأخر بالنسبة لها. طبعا هاد c'est trop tard كما في الحالة التي عندنا هنا نذكر شخص بعينه، وممكن أن هذه العبارة تأتي في عبارات أخرى. نقول مثلا c'est trop tard pour nous. إنه جد متأخر بالنسبة لنا، المقصود أننا متأخرون. c'est trop tard pour nous. أو نقول مثلا c'est trop tard pour eux. c'est trop tard pour eux. إنه جد متأخر بالنسبة لهم. أو نقول مثلا c'est trop tard pour combler le manque. C'est trop tard pour combler le manque. إنه جد متأخر لتعويض النقصان. يعني كان علينا أن نعوض النقصان قبل هذا الوقت، أما الآن فقد فات الوقت. إذن c'est trop tard pour combler le manque. C'est trop tard pour combler le manque. أو نقول مثلا c'est trop tard pour s'excuser. C'est trop tard pour s'excuser. إنه جد متأخر للاعتذار. كان علينا أن نعتذر قبل هذا، أو كان عليه أن يعتذر قبل هذا، أو كان عليهم أن يعتذروا قبل هذا. إذا الجملة تبقى بهذه الصيغة. إذا الجملة تبقى بكل هذه المعاني. C'est trop tard pour s'excuser. C'est trop tard pour s'excuser. إنه جد متأخر للاعتذار. كما نلاحظ بأن الجملة لا تعني أشخاصا بعينهم. C'est trop tard pour s'excuser. طبعا الذي عندنا c'est trop tard pour le lapin. C'est trop tard pour la chatte. والتي يمكن أن نعوضها مثلا ب c'est trop tard pour lui. C'est trop tard pour elle. يعني أننا نتكلم عن شخصين بعينه في الغائب، ثم نعوضه بالضمير lui في حالة المذكر، أو نعوضه بالضمير elle في حالة المؤنث. إذا نتكلم عن شخصين في الغائب سواء كان مذكرا أو مؤنثا، ثم نعوض هذا الشخص بلوي أو بيان بآل. c'est trop tard pour le lapin. c'est trop tard pour lui. c'est trop tard pour la chatte. c'est trop tard pour elle. نستأنف في حلقة قادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.